اليوم تحت الإشراف السيد المنسق الجهوي مشكورا الذي يثق في الشباب سي محمد أوجار، نجدهم اليوم في هذا اللقاء أزيد من 100 شابة وشاب متعاونين من جميع الأقاليم في التنظيم. كنشكرهم على هذه الصورة الرائعة كذلك. واللي بغيت نأكد عليه أننا اليوم السيد رئيس والسادة أعضاء المكتب السياسي الأخوات والإخوة البرلمانيين المنسقين، بغيت باسم هاد الشباب نشكركم جزيلا لأنه قدمنا معكم واحد الصورة للمنتظم الدولي والمغرب بصفة خاصة. قدمنا نموذج واحد الحزب يثق في شبابه ووفى معهم بالكلمة، وفى معهم بالكلمة في الجانب ديال الإشراك. احنا اليوم من أصل 10,000 سي برادة، 10,000 منتخب ومنتخبة، عندنا 3,500 شاب وشابة، يعني الثلث. هذه قمة الوفاء ديال التجمع الوطني الأحرار. قدم شباب البرلمان سي تحتوح اليوم يشرف شبيبة الحزب على المستوى الوطني بما يقدمه من أداء، يشرفون الحزب في مختلف الجهات. عندنا شباب نواب رئيس جهة، عندنا يعني في الجماعات في المجالس الإقليمية. وكذلك خصنا اليوم نفتخروا نقول لكم سيد رئيس احنا مرتاحين كشباب وممتنين لكم، لان البرنامج الحكومي ديالكم كله غير ديال الشباب، كله اجابه على تلك الاسئله التي نتلقاها والتي تلقيناها في جولتنا. ملي اليوم كنتحدثوا على التعليم، شكون اللي مستفد من التعليم ولمن على من سيعود الفضل فيه؟ ملي كنتحدثوا اليوم على الاصلاح ديال الصحه، من المستفيد رقم واحد؟ شكون اللي اليوم كيخسر على والديه؟ كان كيخسر خدام واحد، كتلقاه واحد خدام في هولندا من ابناء الجاليه مشكوره اللي كنشكرهم، واحد خدام وهز عائلته كامله. علاش؟ لانهم ما عندهمش لاسينيسيس وما عندهمش مدخول. اليوم فاش كنمشيو كنشوفوا الاصلاح ديال الصحه وربطها بالحمايه الاجتماعيه، راه خففنا على ذاك الشاب باش انه يبني مستقبله. ملي كنتحدثوا اليوم على التشغيل، من المستفيد من هذه العشرات الالاف التي يتم احداثها بفضل ميثاق الاستثمار في كل اجتماع لجنه ديال الاستثمار؟ الشباب. ملي كنتحدثوا على فرصه، على اوراش، فبالتالي يحق لنا كشباب هذا الوطن ان نفتخر بحكومتنا، ان نفتخر بجلاله الملك الذي دائما ما يوجه الحكومه الى ان تشتغل من اجل الوفاء بالتزامات تجاه الشباب.